فلسنا على الحق. إذا لا نبالي بالموت وقع علينا أو وقعنا عليه. أقام فؤادها يتطلع فلم يزالوا مجدين المسير بهن إلى الكوفة وهن بدموع مدروفة وقلوب ملهوفة إلى أن وصلوا الكوفة. قال الراوي روى مرسلا عن معلم الجصاص قال دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينما أنا أجصص الأبواب وإذا أنا بالزعقاء بالزعقاتي قد ارتفعت من جنبات الكوفة فأقبلت على خادم كان يعمل معنا فقلت ما لي أرى الكوفة تعجو بأهلها. قال الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد بن معاوية فقلت من هذا الخارجي؟ فقال الحسين بن علي. قال فتركت الخادم حتى خرج ولطمت على وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهبا وغسلت يدي من الجص وخرجت من ظهر القصر وأتيت إلى الكناس فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو 40 شقة تحمل على 40 جملة فيها الحرم والأطفال وإذا بالإمام علي بن الحسين عليه السلام على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخب دما وهو مع ذلك يبكي ويقول يا أمة السوء لا سقيا لربعكم يا أمة لم تراعي جنا فينا لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون تسيرون على الأقطاب عارية كأننا لم نشيد فيكم دينا تصفقون علينا كفكم فرحا وأنتم في فجاج الأرض تسبونا أليس جدي رسول الله ويلكم أهدى البرية من سبل المضلين. قال وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض الخبز والتمر فصاحت بهم أم كلثوم وقالت يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض. قال كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم ثم إن أم كلثوم نادت وقالت صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. فبينما هي تخاطبهن وإذا بصيحة قد ارتفعت وإذا هم قد أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الإمام الحسين عليه السلام وهو رأس أزهري قمري أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه دائرة قمر طالع والريح تلعب بها يمينا وشمالا. فالتفتت الحوراء زينب لما نظرت إلى الرأس الشريف أنشأت وقالت يا هلالاً
لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يا أخي لو ترى عليا لذا الأسر مع اليتم لا يطيق وجوبا وكلما أوجعوه بالضرب ناداك بوجد يفيض دمعا سكوبا يا أخي ضمه إليك وقرب وسكن فؤاده المرعوبا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا قال الراوي ثم بعد أن صار عليهن ما صار من المصائب العظيمة والأهوال التي تكون لبعضها شامخات الجبال سيما ما وقع عليهن من الإهانة والإذلال في مجلس ذلك الطاغي نسل الأرذال سيرهن ذلك الطاغي اللعين ابن اللعين إلى ابن من إلى الشام إلى يزيد ابن معاوية هدية للطاغي يزيد رأس الفجور والفساد فلم تزل تلك الخفرات الطاهرات والإمام زين العابدين يسرى بهن على تلك الحالة الفظيعة من قرية إلى قرية ومن سوق إلى سوق ومن لعين إلى لعين سوافر بين الشامتين وجوهها تستر عن نظارها بالمعاصم ومن بلدة تسبى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم حتى وصلوا بهن للشام ذات المصائب العظام قال الشيخ الكفعمي وكان في أول يوم من صفار أدخل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى دمشق الشام وهو عيد عند بني أمية وهو يوم تتجدد فيه الأحزان قال الراوي أوقفوا أهل البيت عليهم السلام على باب الشام ثلاثة أيام حتى يزينوا البلاد فزينوها بكل حلي وزينة ومرآة كانت فيها فصارت بحيث لم تر لم ترى عين مثلها ثم استقبلتهم من أهل الشام زهاء 500,000 من الرجال والنساء مع الدفوف وخرج أمراء الناس مع الطبول وكان فيهم ألوف من الرجال والشبان والنسوان يرقصون ويضربون بالدفوف وقد تزين جميع أهل الشام بأنواع الثياب والكحل والخضاب وكان خارج البلد من كثرة الخلائق كعرسة المعشر يموج بعضها في بعض فلما ارتفع النهار أدخلوا الرؤوس البلد ومن ورائها الحرم والأسارى من أهل البيت عليهم السلام قال سهل بن سعد رأيت الرؤوس على الرماح
ويقدمهم رأس العباس بن علي عليه السلام. نظرت إليه كأنه يضحك، ورأس الإمام الحسين عليه السلام كان وراء الرؤوس أمامي حرم رسول الله، وللرأس الشريف مهابة عظيمة ويشرق منه النور بلحية مدورة قد خالطها الشيب وقد خضبت بالبسمة أدعج العينين أزج الحاجبين واضح الجبين أقنى الأنف مبتسما إلى السماء شاخصا ببصره إلى نحو الأفق والريح تلعب بلحيته. قال الراوي: وأدخل الرؤوس والسبايا من باب جيرون، وكان يزيد لعنه الله في منظره على جيرون لما وقع طرفه على الرؤوس والسبايا أنشد وقال: لما بدت تلك الرؤوس أشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب، فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. قال الإمام الباقر عليه السلام: سألت أبي الإمام علي بن الحسين عن كيفية دخولهم على يزيد، فقال: أوقفونا أولا على باب من أبواب القصر 3 ساعات في طلب الإذن من يزيد، ثم أدخلونا عليه ونحن مربطون بحبل واحد، وكان الحبل في عنقي وعنق عمتي الحوراء زينب وباقي النساء والبنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا حتى أدخلونا على يزيد لعنه الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولنعرض عن ذكر بعض ما جرى على آل الرسول: فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم وإقامة العزاء عليكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل لسنا على الحق. إذا لا نبالي بالموت وقع علينا وقعنا عليه.